فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. منظومة مكارم الأخلاق في الإسلام: خلق الرفق بأشمل معانيه وأوسع مضامينه، إنه الرفق الذي يعني الاتصاف باللين والسهولة في الأقوال والأفعال، والأخذ بالأسهل والدفع بالأخف. قال جل وعلا: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. إنه الرفق الذي يتضمن الرحمة بالمؤمنين ولطف الرعاية لهم والبشاشة والسماحة بالتعامل. إنه الرفق الذي يجلب البعد عن العنف بشتى أشكاله ومختلف صوره، والتخلص من الغلظة في المقال والفظاظة في الأفعال والفحش في جميع الأحوال. واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. يقول صلى الله عليه وسلم: إن أحبكم إلي يوم القيامة أحسنكم أخلاقا، الموطئون أكنافا، الذين يألفون ويؤلفون. كن محسنا كن قربهم اغرس ورودك بينهم، كن محسنا كن قربهم اغرس ورودك بينهم وامسح بخيرك دمعهم يا باغيا قرب